السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كورس الفونكس الحلقة الثانية اللي هنتعلم فيه النطق الصح، وهنتعلم كمان إزاي نكتب أفضل، يعني تحسين نطق وتحسين خط. وهندرس من سلسلة أكسفورد فونكس، وإحنا أخدنا الحلقة اللي فاتت حرف A, B and C. النهاردة هناخد حروف D, E and F. Let's start. علشان اكتب حرف الدي، طبعا احنا بنتعلم على سطرين، لازم في الاول اكتب على سطرين عشان اظبط خطي والنسب بين الحروف. باجي فوق ابتدي طبعا ايدي زي ما قلنا السيشن اللي فات ان انا كل الكتابة من فوق لتحت من الشمال لليمين، اعمل خط كده من فوق لغاية السطر اللي تحت، وبعدين نص دايرة كبيرة برضو من فوق لتحت. اما السمول فهعمل خط قد الخط التاني بالظبط، بس بدل ما اعمل دايرة كبيرة هعمل دايرة صغيرة، احط ايدي على السطر اللي فوق اوصلها لغاية السطر اللي تحت. وصح برضو اني اعمل نص الدايرة الاول وبعدين اعمل الخط بالنسبة للسمول، بس يعني بالتجربة طلع اسهل للصغيرين في التعليم انهم يعملوا الخط الاول وبعدين النص دايرة. واخد بالي ان هنا الدي السمول والدي كابيتال باصين لبعض عكس البي اللي خدناها السيشن اللي فاتت، فحبايبي الصغيرين اللي بيتلخبطوا بين دي سمول وبي سمول، الدي مصالحة اول السطر، يعني بتبص عليه، مش ده كده اول السطر هي بتبص عليه، لكن البي كانت عاطية ظهرها لاول السطر زي ما قلنا عشان مخصماه. وطبعا لو كتبنا بقى الدي كابيتال بين السطرين كده او السمول كده او نزلنا بيهم عن السطرين، كل ده غلط، لازم اكتبها كده بالظبط. وزي ما قلنا السيشن اللي فات ان كل ليتر كل حرف له اسم وله ساوند صوت، وانا بستخدم الساوند الصوت في القراءة مش الاسم. طيب ليتر دي ده اسمه، الساوند بتاعه بقى الصوت بتاعه ايه؟ ده 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 دي ده ده. والرمز الصوتي بتاعه اللي بقراه في الديكشناري في القاموس هو الرمز ده، زي ما قلنا كل ساوند رمزوله برمز معين اول ما اشوفه في القاموس اقربي، فليدر دي الرمز بتاعه ده، خطين كده وفي النص دي سمول. زي ايه؟ زي dog ده dog ده dog. والاو في dog بقولها اه تبع اللكنة الامريكية، لكن هي برضو dog صح بس بريتش، يعني في لهجة الانجليز، الامريكان بيقولوها dog والانجليز بيقولوها dog. ده dizzy يعني دايخ، dizzy dog ده duck ده duck، وduck يعني بطة ده duck. ده doll ده doll يعني عروسة اللي بيلعب بيها البنات، ده doll ده doll 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 ده doll doll doll. ده ديسك، ديسك يعني مكتب، ديسك ده ديسك 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 ده ديسك. Desk, duck, 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 duck
desk, duck. Doll, dog, desk, duck. A doll, a dog. A doll, a dog. A desk, a duck. A desk, a duck. Letter E sounds a. علشان أكتب حرف الإي صح هكتب خط من فوق لتحت وعليه تلات خطوط صغيرين كده، اللي في النص تبقى ماشية مع السطر اللي فوق واللي تحت مع السطر اللي تحت، وممكن برضو أعمل الخط الأول وبعدين التلات سنات. أما السمول عشان ينجح معايا فأنا هحط إيدي بين السطرين وبعدين أعمل يعني أنا هقسم بين السطرين جزئين، الجزء اللي فوق هعمل فيه نص الدايرة والنص والجزء اللي تحت هعمل فيه بقية الحرف. أما لو كتبت الإي كابيتال كلها بين السطرين أو السمول أنز اللي تحت كل ده غلط، لازم كده بالظبط. ليدر إي من أهم الأصوات اللي لازم نعلمها كويس للأطفال أو للمبتدئين عموما. ليدر إي الساوند بتاعه أه مش إيه أه، والرمز بتاعه كده زي إثري مقلوبة. إحنا قلنا الرموز مش لازم يبقى شكل الطبيعي للحرف، يعني الرمز ده لو أنا شفته في أي قاموس هقول أه أه. وعشان أنطق حرف إي صح لازم بقي ياخد الشكل المظبوط، إن أنا أفتحه وأنا بقول أه أه. فلازم كل أم بتعلم طفلها ينطق حرف الإي letter E لازم يفتح بقه وهو بيقول الساوند أه أه أه. جربوا كده أنتوا بنفسكم وأثناء فتح الفم وقولوا أه أه، وفجأة كده اقفلوا الفتحة شوية وقولوا برضو أه، هتلاقوها طلعت حرف تاني خالص. تعالوا كده نجرب نفتح بقنا أه أه إيه 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 إيه. طبعا واضح الفرق، أما فتحت بقي طلعت أه، قفلت شوية طلعت إيه. الإيه دي هي حرف الآي، يبقى الفرق بين نطق حرف الإي ونطق حرف آي هو وضع الفم، أما أفتح الفم من النص من المنتصف كده بيطلع حرف الإي ساوند أه، لما بقفله شوية بيطلع ساوند إيه اللي هو بتاع الآي. أه إيه أه إيه. لو بصينا على الكلمتين دول اللي هما بات تيت بات تيت بات بات، هنفرق بسهولة بين حرف الإي وحرف الآي. بات وأنا فاتح بقي، بات وأنا قفله شوية صغير. فل 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 فل. داسك ديسك داسك ديسك. نرجع تاني لبات بيت بات بيت. يا ترى لو كتبنا دي هوبا حرف الاي وصل. أنا عايز أنطق التلات كلمات، طبعا مش مهم دلوقتي المعاني، أنا عايز أركز في النطق. نفس الحرفين الأول والأخير زي بعض، الفرق هن هنا أي هنا إي هنا أي. يا ترى هقول إزاي؟ طبعا فاكرين السيشن اللي فات قلنا في حرف الأي بنطقه آ آ، وافتح بقي على الآخر آ آ. بات بات بيت بات بات بيت بات بات بيت بات بات بيت. اي فتحت بقي على الاخر، اي فتحته برضو بس اقل، اي فتحته شوي صغير. مثال تاني هيوضح لنا فات فات فت فات فت فت فات فت فت.
كده فرقنا بين 3 letters من أهم الساوندز اللي ممكن بتلخبط الطفل أو المبتدئ عموما. وخلصنا من كده إن حرف الإي مش زي الياء بالعربي زي ما البعض بيقولوا، هو بفتح فيه بقي فبيطلع مفتوح شوية زي إج. إج يعني بيضة. عشان أقولها صح لازم زي ما قلنا أفتح بقي وأنا بقول أه أه إج أه إج أه إج، مش إج إج أه إج. إنرجيتك إج. إنرجيتك إج يعني بيضة كلها حيوية ونشاط. إنرجيتك إج. إنرجيتك إج. أه أه ألبو أه أه ألبو 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 طبعا يعني الكوع. أه ألبو طول ما بتفتح بقك هتقولها مظبوط. أه أه إليفانت أه أه إليفانت. ولاحظ إن الـ PH بقولها ف. إليفانت أه أه إليفانت. إليفانت فيل. أه أه إليفانت. أه إنفلوب أه إنفلوب أه إنفلوب يعني الظرف اللي بنحط فيه الخطابات. إنفلوب. letter F. عشان اكتب حرف F صح لازم اعرف ان الكابيتال والسمول الاتنين نفس الحجم والفرق في الشكل. فالكابيتال باجي فوق كده كأني بكتب E وانزل لتحت بس ما بعملش الشرطة اللي تحت، والسمول طولها بالظبط بس بعملها من فوق زي العكاز وشرطة على السطر اللي فوق. ولو كتبتها بين السطرين او نزلت عن السطرين كل ده غلط، لازم بين السطرين وفوق كده بالظبط. حرف F بيتنطق ف ف ف. وعشان انطقه صح لازم السنين اللي فوق تبقى على الشفة اللي تحت ويندفع هوا يخرج من الفم زي الصورة كده. ف ف ف. وهو حرف سهل جدا ويفرق كتير عن حرف V. V بقوله ذ ذ، لكن F ف ف. يعني دي مثلا فان فان مروحة، لكن دي فان 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 فان. ف ف فش ف ف فش. فش يعني سمكة. فاني فش ف ف فاني ف ف فش. فاني فيش يعني سمكة مرحة. ف ف فيش. ف ف فان ف ف فان ف ف فان. ف ف فارم ف ف فارم ف ف فارم. فارم يعني مزرعة. ف ف فورك ف ف فورك. طبعا فورك يعني شوكة. ف
ف فورك. letter F سهل جدا جدا. farm ف ف farm. farm ف ف farm. fan ف ف fan. fan ف ف fan. fork ف ف fork. fork ف ف fork. fish ف ف fish. Farm, fan, fork, fish. Farm, fan, fork, fish. Farm, fan, fork, fish. Farm, fan, fork, fish. It is a farm. It is a fan. It is a farm. It is a fan. It is a fork. It is a fish. It is a fork. It is a fish. خلاص خلصنا. Good night fish. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تحضر معانا بقية الكورس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Miss Imee.